تصطاد هذه، تصل على طول، محاولة الآن لمصلحة اتحاد كلباء، تمريرة لقايدي، خطرة، جول جول، نجح الإتي، سجل اتحاد كلباء أول أهداف هذه المباراة، ضرب الدفاع وتقدم الآن بالهدف الأولاني الآن في مرمى الشارقة. قائدي يسجل الآن، يضرب دفاع فريق نادي الشارقة بتمريرة ولا أروع. من مين كانت التمريرة؟ عطاياها يا مخرج، من مين كانت التمريرة؟ إذا هدف أول الآن لمصلحة فريق اتحاد كلباء. لاحظ لاحظ هذه الكرة الماضية، هذه الكرة الماضية، هذه الكرة الماضية، وهنا التمريرة، ما فيها شيء، ما فيها شيء، ولبسة رائعة جدا، يسجل اتحاد كلباء. غوستافو أوليفيرا، غوستافو أوليفيرا، اسيست رائع من خلف المدافعين، ولبسة جميلة من قائدي، يسجل أول أهداف هذه المباراة. إذا يتقدم اتحاد كلباء الآن ويزيد من صعوبة المباراة على فريق نادي الشارقة، والكرة لا زالت، والمحاولة، بيانيت، وهدف التعادل، هدف التعادل، عاد الملك، عاد الملك سريعا الآن بهدف التعادل عن طريق كمارا، يبدو كمارا إذن هو من يعدل النتيجة الآن. أصبح الفارق، يعود الفارق إلى هدف الآن من جديد، يعود الفارق إلى هدف من جديد. لاحظ هذه الكرة الماضية، ماذا هناك؟ هنا الكرة الماضية، ما فيها شيء تماما، يضعها في المرمى، بعد ذلك شوف تمريرة وتسديدة وعلى طول كمارا يضعها في المرمى. لمسة ممتازة كانت من بيانيتش، بيانيتش سدد بقوة، وهذه اللعبة الصح أن تصطد في أي لاعب تدخل في المرمى. إذا واحد واحد الآن، إيش فيليب، محاولة الآن لاتحاد كلباء، فنبرجر، الله، هذه على الطاير، بالرأس على الطاير، واتحاد كلباء لدور الأربعة، يبدو طاير، يبدو طاير لدور الأربعة. تغييرك، تغييرك، تبديلك، ورقتك الرابحة تماما يا فرهاد. يسجل الآن الهدف الثاني اتحاد كلباء، لتعود الأمور من جديد 2-0. صعبة على الحسني، صعبة تماما، رأسية على الطاير من السلوفيني. ماذا هناك؟ أندرياس لماذا لا يفرح؟ والله ما هو مصدق في شيء ولا إيش؟ عموما يسجل الآن أندرياس فنبرجر الهدف الثاني، لكن عينك عينك عينك، هل فيها شيء؟ راح نشوف، هل فيها شيء؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، حطها على طول على الطاير، براسه على الطاير بشكل جميل. صعبة، صعبة هذه، صعبة عليك يا عادل، نعم هذه يعني صعبة تماما على عادل الحسني حارس مرمى فريق نادي الشارقة. لكن التغيير، التغيير فنبرجر، القراءة الممتازة أيضا.